بينضم لنا هاتفيا سعادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. برحب بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بيك. ونقدر نقول إيه أهم أسباب ودوافع اللي بتدفع بهذا التقارب العربي الصيني في الفترة اللي جاية إلى مستويات أرقى؟ يعني طبعا احنا لازم نبص للموضوع في إطار ما يتم الآن في العالم من إعادة ترتيب الأوراق وإعادة تشكيل النظام الدولي في أوضاع يمكن تكون أكثر يعني حدة وفيها تنافس كبير ما بين القوى الكبرى، سواء كانت الولايات المتحدة، روسيا، الصين، الاتحاد الأوروبي، وكل قوة من هذه القوى بتحاول الآن إن هي يعني تعيد ترتيب أوراقها وترسخ من علاقاتها مع مختلف الأماكن المؤثرة في السياسة الدولية في العالم. وطبعا المنطقة العربية الآن احنا كنا زمان بنتكلم مثلا نقول إن الدول العربية تتجه شرقا أو غربا، الآن الشرق والغرب هم اللي بيتجهوا المنطقة العربية وبيسعوا إن هم يوطدوا علاقتهم صحيح. بهذه المنطقة بشكل أوسع وأكثر يعني شمولية، بحيث إنها تغطي مجالات كتيرة مختلفة، سواء كانت في الطاقة، في الغذاء، في التجارة. طبعا في النهاية المنطقة العربية هي موقع استراتيجي هام جدا، بتحكم لممرات مائية هامة وتملك مقدرات كبيرة جدا في موضوعات الطاقة اللي هي أصبحت الآن يعني العامل الأساسي في العلاقات الدولية، صحيح. موضوع امتداد الطاقة وبعدها امتداد الغذاء الشرق وهكذا. الأوسط بيزود الصين بحوالي 45% من احتياجاتها النفطية، وده يعني رقم كبير جدا. لكن سؤالي، هل تستطيع الصين، يعني من خلال قراءتك للمشهد وحضرتك يعني تفضلت بقراءة أوسع، فهل تستطيع الصين تشكيل تكتل جديد توازن أو يحدث تحدث به توازن أمام تكتل حلف شمال الأطلسي؟ لا يعني ما نقدرش ان نوصل للبعد دوت، يعني ده لسه الصين طبعا قادمه وصاعده، ما حدش يقدر ينكر هذا، ولكن في النهايه الدول العربيه ايضا عندها استراتيجيه خاصه بيها، اللي هي استراتيجيه ان هي لا ترتمي يعني في احضان كتله معينه، بل بالعكس بتحاول ان هي تكون على توازي وتوازن دقيق جدا في علاقاتها بكل الدول الكبرى. يمكن الصين تسعى الى هذا، ولكن في النهايه الدول العربيه هي صاحبه القرار وهي اللي شايفة مصلحتها فين وهتقدر إنها يعني تدير الفترة القادمة بالشكل اللي يناسب مصالحها، وفي نفس الوقت مفيش مانع من تعميق التعاون مع دولة كبيرة زي الصين، دولة قادمة، دولة صاعدة. ولكن في النهاية إحنا الدول العربية أعتقد إنها تنأى بنفسها يعني من الدخول كأحد عوامل الصراع ما بين الدول الكبرى، لأن التنافس الحقيقة أصبح تنافس حاد جدا، صحيح. مش بالضرورة بيهدف إلى يعني التنمية، ولكن يمكن يكون بيرمي أحيانا إلى الهيمنة والسيطرة. وبالتالي أنا بشوف إن الدول العربية عندها من الوعي الكافي إنها تقدر تدير هذه العلاقات بشكل دقيق بكل جدا وفي تأكيد نفس الوقت. لكلا الطرفين دوافع ومصالح، بالظبط. يعني سواء كانت مصالح ودوافع سياسية أو اقتصادية أو أمن طاقة أو غيرها. لكن أنا عايز أسأل حضرتك سعادة السفير، انعكاس التقارب العربي الصيني على قضايا منطقة الشرق الأوسط. ده مهم، ده سؤال مهم جدا، نتمنى فعلا ان يكون في انعكاس كبير على قضايا الشرق الاوسط، وخاصه فيما يتعلق بالسلام والاستقرار وطبعا القضيه الفلسطينيه ودفع جهود التنميه في الدول العربيه كلها. هو ده اللي اعتقد ان الدول العربيه بتسعى اليه وتهتم بيه اكتر من اي شيء اخر، لان الموضوع في النهايه احنا مش رقعه للمنافسه للهيمنه والسيطره، ولكن احنا رقعه هامة جدا في قلب العالم، وفي نفس الوقت عندنا أهدافنا الخاصة بدفع التنمية والسلام والاستقرار في منطقتنا بشكل يكون مفيد للشعوب العربية كلها. طيب أنا عايز أسأل حضرتك حول هذا اللقاء، كيف ترى يعني بعد هذا اللقاء في عملية دفع يعني العلاقات الصينية العربية من جهة والعلاقات المصرية الصينية من جهة أخرى؟ إزاي هنقدر نستثمر هذا اللقاء كدول لا عربية وكدولة مصرية؟ طبعا لا شك ان هيكون في يعني انعكاسات ايجابيه بعد هذا الاجتماع
سواء كان على المستوى العربي او على المستوى المصري. ويمكن البيان الصادر بعد اللقاء الثنائي اللي حصل بين فخامة الرئيس والرئيس الصيني بيعكس بعض الخطوط الهامة اللي ممكن يكون فيها فعلا مجال للتقارب والترقية في العلاقة ما بين البلدين في أماكن كثيرة، وخاصة في الموضوعات الاقتصادية. فبالتالي أنا أشوف، لا طبعا أكيد هيكون في انعكاسات إيجابية، ده شيء مؤكد، لأن حتى الصين دائما طريقة مقاربتها لمثل هذه الاجتماعات هي اجتماعات عملية وليست بهدف يعني الإجراءات المعصومية فقط، لكن يجب إنها تخرج بنتائج عملية. وطبعا ده برضو نفس المنهج اللي بتنهجه الدول العربية بوضع عام ومصر بوضع خاص. انت عارف حضرتك انه لقاءات فخامة الرئيس كلها دايما بتصب من اجل التنمية في مصر، ودايما يخاطب يعني القادة في هذا الصدد، وبطريقة فعلا بتعكس امكانيات مصر لاستيعاب استثمارات او تجارة او غيرها من اوجه العلاقات ما بين البلدين. صحيح، فانا اشوف ان في استثمارات انعكاسات وسياحة ايجابية. وغيرها. طبعا اكيد. بشكرك شكرا جزيلا معالي السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، بشكرك شكرا جزيلا.